السلام عليكم حج، عارفين عن حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أم خالد إبراهيم. حج، اليوم رأينا اعتداءات بالمسجد الأقصى المبارك على المرابطين والمرابطات والصحفيين، وتم إخلاء المسجد الأقصى المبارك من الشبان والشابات، وتم تدنيس المسجد الأقصى المبارك بخطة عن المستوطنين. أنت اليوم كحاجة من الداخل الفلسطيني، أعطينا تعليق على الحدث اللي صار اليوم صباحاً. هذا اعتداء صارخ، هذا اعتداء كاذب، ما إلهنش إشي بالأقصى. شيلي شيلي، هن بتعدوا على الناس تعاطي الباطل، ولا إلهن أي ذرة تراب في الأقصى، ولا نبي كان يهودي. هن هذول صهيونية، مش يهود، مش بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا زمان، أما هذول مش بني إسرائيل، هذول من كل العالم ملقطين، هذول صهاينة. فيش إشي اسمه بني إسرائيل اليوم بفلسطين. رسالة بتوجهها للحكومات اللي بتستمر بإثبات نفسها من خلال المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، شو بتحب تحكي لهم؟ حكومات اليهود أيوه، إسرائيل هذول فاشلين، لأنهم بدن إيش اللي السبب اللي يأخذوا أصوات من اليهود. ما إن هذول هن شوي اللي عاملين حالهم متدينين، ما فهمش دين. لو فيهن دين كان آمنوا بمحمد وآمنوا بعيسى وآمنوا بالقرآن وآمنوا بالإنجيل وآمنوا. هذول ما فيش إنهن دين، هذول بس هيك صهاينة. فيش رسالة أخيرة بتوجهها مش عن دين بيروح على الأقصى. رسالة أخيرة بتوجهها للمرابطات الموجودة بالأقصى المبارك اليوم. أنا بوجهن رسالة، أثبتوا أثبتوا أثبتوا، حتى لو وصل لوين ما ما ما, ما يصل الوضع، أثبتوا في الأقصى. أنا لو إني بقدر أروح بغيبش ولا يوم عن الأقصى، ظلني بالأقصى قاعدة. بس شو بدي أعمل، إرادة الله عملت فيه وقعدتني. الله يقويك.